Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. في مصر ما تزعليش، لان مش كل الحاجات الغالية بتبقى بس ممكن تكون فشخار على الفاضي، ممكن تكون يعني علشان في ناس بتحب تظهر لاصحابها في الجامعه او صحابها في الشغل ان البنت اللي بتشتري براندات، بس مش دي شخصيتك، مش هي دي اللي هتحكم عليكي كبنت او تحكم عليكي كسيده وسط سلايفك او وسط عماتك او. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم مره تانية في قناتي، قناه موني ستايل، ومعاكم منال سليمان. منال سليمان عامله مسابقات، كل فيديو بعمل فيه مسابقه شكل. المسابقه المره دي على 5000 لايك، لان احنا الفيديو اللي فات ما كملناش ال 5000 لايك. تعمل وتشير وتخلي الناس يعملوا 5000 لايك وتساعدنا ان احنا نعمل 5000 لايك، هنبدا نقول اسم المتسابق الاولاني. الشرط الثاني هو انك تعملي على بوست المسابقه اللي على الانستجرام يوتيوب تم، وثالث حاجه اعملي كومنت وقناه وتقولي لي انك خلصتي الشروط. يلا شدوا حيلكم معايا في المسابقات، ويلا نكبر القناه مع بعض ونكبر اللايكات ونكبر الشير، وهعمل زي رامز جلال، ربنا يحرمكم مني وربنا يحرمني منكم. ويلا بينا على الفيديو النهارده، يلا بينا. فيديو النهارده هتكلم عن أسوأ وأفضل ماسكرة استعملتها الفترة الأخيرة. أنا هتكلم بمنتهى الصراحة، لأنكم كمان طلبتوا مني لما شفتوا التسريحة عايزين كل درج لوحده ونتكلم عنه. فبدأت النهاردة بأول درج، هو درج اللي فيه الماسكرة. تعالوا نشوف أنواع الماسكرة اللي استعملتها. وأول نوع الدراج ستور، وهو I Need Miracles من إيسنس. هبدأ بأول نوع من الدراج ستور وهو إيسنس. النوع ده حبيته جدا جدا. بيفرق الرموش، بيطول الرموش. حسيت ان هو زي اي دراج ستور عالي جودة، وسعرها اعتقد دينار، فانا حبيتها جدا. لو لسه ما جربتيهاش انصحك بيها جدا. تعالي شوفي الفرشة بتاعتها، فرشتها ايه. اللي بحبه في الفرش انها تكون طويلة ومبرومة كده، لما بتكون مكروزة كده وكلكعة، هوريكوا شكل كده. لما بتيجي تعملي رموشك اللي تحت ما بتعرفيش ان هي بتكون ولا تخينة ولا رفيعة، وشعرها اهو زي ما انتوا شايفين، تقدري ترفعي بيها رموشك تحت وفوق. حتى لما بتيجي تشيليها دي مش ووتر بروف، ما بتهببش تحت العين، ما بتسيبش اي اثار. حبيتها جدا جدا. هو كاتبين عليها انها بتعمل فوليومالايزد وبتعمل كمان ستريتنج ماسكارا. هي فعلا بتعمل فوليوم وبتعمل ستريت، بتطول وبتعمل فوليوم، وده قليل جدا لما تلاقوه في ماسكارا تكون دراج ستور. فانصحك بيها جدا. ايسنس اللي عندها انواع كتير من الماسكارا، يمكن ما حدش يتكلم عن اي نيد ميراكلز. اللي استعمله وعجبه يكتب لي في كومنت تحت الفيديو. والنوع الثاني برضو من الدراج ستور هو ميبلين. النوع ده حبيته جدا جدا، اسمه توتال تمبتيشن. عندي عايزه اقول لكم بقالها كتير قوي، وكل مره اقول اما اعمل عنها ريفيو ابقى ارميها لانها خلصت. شايفين شكلها؟ توتال تمبتيشن من ميبلين. شايفين الشكل؟ شايفين شكل الفرشه برضو؟ لو لاحظتوا هتلاقوها تشبه لفرشه اي نيد ميركلز، وبرضو سعرها حلو. بس اعتقد بصوا هتلاقوا يمكن الفرشتين، بصوا فرشه ميبلين اعتقد ارفع شويه كمان من ايسنس. كل ما كانت الفرشه فيها شعر وطويلة مسحوبة تقدري تفرق الرموش وتعمل فوليوم. دي حسيت انها عاملة زي لانكوم. تخيل انتوا لو عارفينها اسمها هايبو، هحط لكم صورتها هنا من لانكوم. كنت بجيبها على طول لو تفتكروا، حلوة قوي، وكانت كمان بتنشف شوية الرموش وبتبقى صعبة في شيلها. لكن دي العيب اللي في لانكوم مش فيها. يمكن ده هنسميه بديل ارخص للانكوم، اسمها هيبونوز او هيبونوز لين. اسمها هقول تاني، اسمها توتال تمبتيشن اهي. وتالت ماسكارا محبتهاش خالص من الدراج ستور، وهي من ويت اند وايلد. بصوا بقى، رغم ان فرشتها قد ايه رفيعه، بس مش فيها شعر، هي زي السيليكون، ما بتعملش حاجة خالص. فيها سواد شوية، لكن خلي بالكو ويت اند وايلد فيها انواع كتير. خلي بالكو اهو، انا هوريكو شكل تاني، اسمها ماكس فوليوم. تخيلوا مكتوب عليها كده اهو، شايفين شكلها؟ ماكس فوليوم. منين يعني؟ عايزة اعرف
من انه اتجاه، مش عارفه من انه اتجاه الصراحه. ماكس فوليوم، شايفين اوريكم تاني شكل الفرشه اهي، شايفين قد ايه رفيعه، ما بتعملش حاجه خالص. فانتوا لو لقيتوها وسعرها برضو رخيص، اعتقد كانت ب2 دينار او 2 دينار ونص، مش غالية قوي، لكن ما حبيتهاش. يمكن في انواع تانية، قولولي انتوا استعملتوا ايه في ويت اند وايلد من الماسكارات بتاعتهم وحبيتوها. دي بصراحة مش مكتوب، مكتوب عليها فوليوم، اعتقد ان بلاش تكتبوا عليها كده لانها مش حلوة. ولسه مكملين خامس واحدة في الدراج ستور، انا بدأ معاكم الدراج ستور، وهو بوبا. بوبا او بوبا، عشان بس الناس متزعلش من الاكسون، بوبا من الماركات الرائعة، اعتقد هي ايطالي. انا عندي منها البنفسجي اهي، وعندي منها الازرق. الالوان فيها تجنن، الاسود كمان رائع، بس انا عشان عندي اسود كتير فدايما بحب اجيب من بوبا اسمها فامب اهي، شايفين؟ رائعة. هي المفروض سعرها اغلى من الدراج ستور اللي انا قلت عليهم، يعني ميبيلين بثلاثة دنار او اربعة دنار، اسنس بدنارين او بدنار، ويت اند وايلد برضو دنارين او دنار. اغلى، الاغلى في الدراج ستور هي بوبا، لكن حلوة قوي، فرشتها حلوة. البنفسجي الملونة، البنفسجي، الازرق، البني، بصراحة مسكراتهم ثابتة حلوة، بتفوليوم، بتطول، بتستريت، بتطول بتستريت، هي بتطول وبتخلي الـ 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 الرموش كمان واقفه، ما تنزلش لتحت تاني، بتفضل مرفوعه لفوق وبتعمل فوليوم، وكمان شيلها سهل وبسيط، مجرد ما بتشيلي الميك اب ما بتهببش وما بتعملش. يمكن عشان الوان مش عارفه، بس انا مجربتش منهم الاسود، لكن انصحك ببوبا جدا، الالوان بتاعتها رائعه فوق رائعه. وخامس حاجة معايا من الدراج ستور، يبقى خمسة دراج ستور، وهنخش بعد كده على الهاي اند. اخر حاجه في الدراج ستور هي نوت، اكيد عارفين الماركه دي تركيه، اعتقد موجوده دلوقتي منها في مصر. النوع ده بالذات انا ما حبيتهوش، بصوا نفس المشكله، شوف الفرشه اهي بتطول بس، وتدي سواد خفيف، سوادها مش تقيل، بتطول فقط. ف مش عارفه اقول لكم ايه، بس حتى الماده اللي فيها تحسوا انها عامله كده بتمط كده، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. رغم ان انت لما تشوفي الفرشه تتخدعي فيها، لما بتحطي تفضلي تحطي وتحطي وتحطي، ما حطيتيش حاجه خالص، اسود خفيف قوي، حتى مش سوادها نقول مثلا بتطول بس، لا، ولا بتعمل فوليوم، بتطول بسيط قوي. يعني دي للبنات الصغيرين اللي لسه مبتدئين خالص يتعلموا يحطوا ماسكارا، انصحكم بنوت. غير كده دي بصراحه انا ما حبيتهاش خالص خالص. اسمها لاش ماستر، دي نوعها اللي هي اسود في اسود في احمر كده. يبقى خلصنا الخمسه دراج ستور اللي اتكلمت عنهم او اللي عايزه اتكلم عنهم، اتنين ما حبيتهمش وتلاته حبيتهم. الاتنين اللي ما حبيتهمش ويت اند وايلد ونوت، والتلاته اللي حبيتهم بوبا وايسنس وميبيلين. دول الخمسه، الخمسه ماسكارات او الخمس ماسكارات اللي حبيتهم الفتره الاخيره في الدراج ستور. تعالوا نشوف بقى دلوقتي الماسكارات اللي في الهاي اند، ونيجي دلوقتي للاربع ماسكارات او الماسكارات اللي حبيتهم في الهاي اند، اللي حبيتهم واللي ما حبيتهمش او اللي نص نص. اول ماسكاره حبيتها جدا جدا، وهي كل الناس طبعا دي خارجه عن المنافسه زي ما بيقولوا، اللي هي تو فيز، اللي اسمها بيتر ذان لاف. بصوا هي خلصت، بصوا الفرشه بتاعتها، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين الفرشة؟ بتتكلم عن نفسها. دي بقى بتطول، سوادها كاحل، بتعمل فوليوم، من الماسكارات اللي حبيتها جدا. هي للأمانة غالية شوية، لكن لو انت عروسة وحابة تشتري ماسكارة تفضل معاكي فترة طويلة في أول جوازك وانت عروسة، وبتستعملي الماسكارة كتير سواء قاعدة في البيت، عندك عزومة، قاعدة رايحة عند حماتك وانت لسه عروسة وعايزة تبقي احلى بنت في الدنيا، انصحك بيها جدا، بيتر ذان لاف، رائعه فوق رائعه. اللي ما حبيتهاش من نفس الماركه وهي دام جيرل، لو انا بقول اسمها صح، هي دامن جيرل اهي. دول الاثنين من تو فيست، دي الاحدث من دي، لكن انا حبيت بيتر ذان لاف اكتر من باد جيرل. ليه؟ تعالوا اقول لكم ليه. شايفين الفرق؟ اعتقد شايفين الفرق كويس.
شايفين دي better than love ودي damn girl. اهي damn girl و better than love. اعتقد واضح جدا الفرق. دي مشكلتها ما تعرفيش تعملي بيها الرموش السفلية ابدا ابدا. وليها ريحة، دي ملهاش ريحة، دي شوية ريحتها شوية نفاذة. مشكلة دي انها بتفرق الرموش وبتدي سواد حلو، بس عايزة طبقتين ثلاثة علشان تديكي نتيجة كويسة للي فوق. تحت بقى انت مش هتعرفي اصلا تعملي بيها الرموش اللي تحت خالص. كنت بعمل دي بيها الرموش اللي فوق واخد مسكرة اخرى صغيرة اعمل بيها الرموش اللي تحت. مجرد ما تبدأي تعملي بيها الرموش اللي تحت بتبهدلك الدنيا. انصحك ب better than love اكتر من bad اكتر من damn girl. الاثنين اللي بعد كده من الهاي اند وهي benefit bad girl. باد جال كنت جايبه منها الميني. بصوا هي مش حلوه واو ومش سيئه، عاديه يعني، ماسكاره عاديه جدا زيها زي مثلا نيد ميريكلز اللي هي الاول واحده اتكلمت عنها في ايسنس. فرشتها حلوه صغيره تقدري تعملي بيها رموشك فوق وتحت، بس مش الفوليوم زي مثلا بتاعه بيتر ذان لاف بتاعه تو فيست. برضو طلعوا فيها في السماء وقالوا this is best seller ودي اوكي هي حلوة، بس حلوة عادي يعني عادي. عارفين اللي هو حد يقولك واو، عارفين الحالة واو دي واللي هو it's okay. فاهمين الاحساس؟ فاللي هي اسمها bad girl اهي مسكرة حلوة بتحافظ على الرموش، بتوقف الرموش، بتزودها سنة، سوادها كاحل، علشان هي هاي اند بتحافظ على رموشي، ما بتوقعش رموش، ما بتفتتش تحت العين لما بشيلها، مش بتبهدل عيني قوي، مش بتكحل، مش بتخلي فيها لات او بتبهدل لي وشي، لا بالعكس بغسلها حتى بالغسول بتكون انتهت واختفت. مش سيئه. عايزه تجيبي منها الميني لو حابه تجربيها، خدي الميني منها عشان تقدري تحكمي عليها، يمكن تحكمي عليها اكتر مني. واتمنى تقولي لي رايك تحت الكومنت بالامانه، هل انا مفوره ولا بقول عادي. ودي كان تاني واحدة او تالت واحدة من الهاي اند. واخر واحدة اللي الناس برضو طلعوا فيها في السماء هي هدى بيوتي. هي كانت جزئين، جزء بيعمل فوليوم والجزء التاني بيعمل كيرل. على فكرة هي المسكرة الواحدة ممكن تعمل الاتنين، مش محتاجة فزلكة، لكن عشان تغليها وعشان تبقى مختلفة وعشان هدى بيوتي واسم هدى بيوتي، للامانة هي حلوة بتطول وبتعمل كيرل، بس مشكلتها انها بتنزل شويه تحت العين، ولما بتيجي تشيليها سواد السواد سواد السواد. ما بشيلها صعبه جدا، بتهبب كتير حوالين العين. لحد تاني يوم رغم انك شلتيها بريموفر ميك اب وغسلتي وشك بالغسول، تاني يوم لازم يكون في اثر. لكن بتفوليوم بتفوليوم، بتكيرل بتكيرل، بس غاليه برضو يعني. دي ب10 ونص ودي ب10 ونص. ف يعني لو قارنا، لا انا هاخد هدى بيوتي مش هاخد باد جال. لا طب انا لو بين هدى بيوتي وتو فيز، لا هاخد تو فيز مش هاخد هدى بيوتي. اعتقد تو فيز نفس السعر او 9 دينار. والحلو انها فرشه واحده طك مره واحده، مش لازم بقى افتح من هنا وبعدين افتح من هنا. دي ما بتسيبش اثر سواد، دي بتسيب اثر سواد. دي ما بتفتتش تحت العين، دي ممكن تفرفت شويه تحت العين. فاهمين قصدي؟ وكله هاي اند وكله له اسم وكله له سمعته. ما هي نفس الشركه نفس الشركه من تو فيز وعامله حاجه مش كويسه، فده مش شرط. اوعي تجري على الغالي. واتفقنا ومبدأنا في القناة ان مش كل غالي حلو وكل رخيص وحش. ساعات الرخيص اللي هو البراند الضعيف اللي انتوا شايفينه ضعيف اي كلام، بيطلع منه حاجات واو ونقول عليه فعلا واو، على قد سعره بيبقى جميل. وكل البنات اللي ما تقدرش تشتري الحاجات الغالية تقدر تشتري الحاجات الارخص وبنفس الجودة واحسن كمان. انا ليه حبيت اقول لكم كده؟ حابة اقول لكل البنات اللي مستواها المادي ضعيف او ميزانيتها ما تقدرش تجيب الحاجات الغالية اللي فوق الألف مثلا او فوق 900 دينار فوق 900 جنيه في مصر، ما تزعليش، لان مش كل الحاجات الغالية بتبقى بس ممكن تكون فشخارة على الفاضي، ممكن تكون براندات بس مش 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 دي شخصيتك، مش هي دي اللي هتحكم عليكي كبنت او تحكم عليكي كسيدة وسط سلايفك او وسط عماتك او وسط خالاتك ان انت البنت الواو اللي عندك براندات. خالص خالص ممكن تكوني انت جايبة حاجات من اسنس وتبقي شكلك احلى وارق
واقيم من اللي حاطين براندات. انا حبيت بس اقول لكم ما تنبهروش بالبراندات وتنبهروا باسم الحاجه وتبقوا نفسكم وهتموتوا انكم تشتروا حاجه غاليه الحاجه مش بغلوها ولا باسمها، بجد بجودتها. اعتقد ان طولت عليكم النهارده، بس قلت لكم 9 ماسكارات، 5 دراج ستور، و4 هاي اند. قلت لكم الحلو والوحش والاسعار. يا رب يكون عجبك فيديو النهارده سريع سريع، ويا رب يكون خفيف على قلبكم. وما تنسوش تعملوا لايك، لاني 5000 لايك يعني 100 دولار، يعني جيف اواي قيمه. يلا اعملوا لي 5000 لايك، اعملوا هناك فولو على الانستجرام، وما تنسوش كمان تروحوا على الفيسبوك تابعوني هنا وهنا. وبحبكم جدا، اشوفكم على خير، باي باي.